السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على المجوهرات. نور الشعار ديالو كما العادة هو كل شيء يلبس الذهب. جبت لكم واحد الهميزات، مرحبا بكم ألف مرحبا. كما كتشوفوا هاد البراسليات هادو ديال كارتشي، كاين بيض أحمر أصفر، والثمن ديالهم جد مناسب جد مناسب، لأنه تعاود نكرر ثمن جد مناسب. كنحاول نربح لي كليون ديالي ب يعني ثمن يشريو ويشربوا مطمئنين ويعني وغيربحوا ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا راه البلاصه اللي زوينين، والثمن ديالهم هو يعني 400 درهم، فيهم قول 41 غرام، الثمن ديالهم تيبقى ب 16300 درهم. 16300 درهم يعني فرصه ومناسبه بالنسبه اللي عنده الفلوس، اللي مخبي الفلوس تجي وتوكل على الله، يعني تاخذوا يعني يعني ناقص عليها يعني ثمن كتير، يعني ناقص عليها يعني على الأقل غتكون ناقص عليها واحد 2000 درهم. 2000 درهم، كنعاود نكرر 2000 درهم يعني ثمن، والصح والعمل يعني 40 غرام راه شي حاجة صحيحة ومتقونة، يعني جد مناسب. هذا الشيء كنديرو غير باش الكليان ديالي يعني يجي يتقدى ويعاود يجي يتقدى ويولي يعرف غير مجوهرات النور. يعني ثمن كنعاود نكرر ثمن جد مناسب. كاين هاد الميزات ديال بالنسبه للبراسلي اللي كارتشي، كاين هادو يعني والصح والامان 40 غرام راه شي حاجه ثقيله، والثمن كنعاود نكرر جد مناسب 16300 درهم، ثمن جد مناسب. وهادو كيتسموا دوزيام ما يعني مستعملين، وان شاء الله مازال غادي يعني ملي غيتغسلوا غادي يوليو جداد، يوليو شي حاجه نقيه كما كتشوفوا، ونقيين ما فيهم حتى شي ديفو ولا شي حاجه. الثمن ديالهم كما كتشوفوا 16300 درهم، 16300 درهم. اللي بغاتهم على الاقل تواصل معايا في صندوق الوصف، صندوق الوصف دير لهم كابتشا دوكو تواصل معايا. ومرحبا، يعني ما غاديش يبقاو ان شاء الله باذن الله، حد عندهم شي 24 ساعه ان شاء الله ويتباعوا. يعني اللي بغاتهم تبادر، ومرحبا بها بصحه اللي عند الفلوس، بالصحه والراحه يعني تشري وتعاود تشري ان شاء الله. وكاين هذا كما كتشوفوا هذا الانسومبل ديال بلوي، حتى هو الثمن ديالو راه جد مناسب. الثمن ديالو يعني هذا تيبقى ب 8000 درهم، 160 ريال، 160 ريال. كاين فيه البوندونتيف، كاين فيه السنسله، كاين فيه البراسلي، وكاين فيه الحلقات، وكاين فيه الحلقات، وكاين فيه الحلقات والخاتم ديالهم. والثمن هو 8000 درهم، 8000 درهم حتى هو. وكاين هاد الكورميط هادي ديال البنانه اللي فيها 7 الغرام، حتى هي بالنسبه اللي بغات شي وحده كورميطه ثقيله، الثمن ديالها هو 3200 درهم، فيها 7 الغرام. وهذا الثمن هذا راه ثمن ديال الغرام، يعني كيبقى بثمن 8000 ريال الغرام، 400 درهم، فرصه ومناسبه. وكاين هاد السنسلات هادو، هادو ديال ليبول، هادي كتعمل 1500 درهم حتى هي. وكاين هادي حتى هي ديال القشاوش، حتى هي كتعمل 1500، فيها سلسله شوبار. كاين هادي حتى هي اللي حداها، حتى هي سلسله شوبار، الثمن ديالها هو 1500 درهم. كاين هاد لونسومبل ديال فان كليف، حتى هو اللي بغاتو معنا ديال لي كابتشور دو كرون، وتواصل معايا. الثمن ديالو هو، عفوا بلاتي نشوف الثمن، ستلاف وخمسمية درهم. باش كيبقى ستلاف وخمسمية درهم، ستلاف وخمسمية درهم. كما كتشوفوا فيه الخاتم، فيه الكورميط، فيه الحلقات، وفيه السلسله كما كتشوفوا. نتمنى باش تكون الصوره واضحه. وكاين هذه السلسله هذه ديال شانيل، الثمن ديالها حتى هو تيعمل 1000 درهم. كاين السلسله عاديه فيها شانيل هكا، وفيها الحجيرات هادو، الثمن هو 1000 درهم. وكاين هذه السلسله هذه فيها الشاشيه هذه بحال هكذا، الثمن هو 1700 درهم، 1700 درهم، 34000 ريال. اللي بغاتها على لي دي لا كابتشور دو كرون وتواصل معايا. وكاينه الكورميطه ديالنا اللي باقا لي برومو، كتعمل 1300 درهم، 1300 درهم. اللي بغاتها حتى هي على لي دي لا كابتشور دو كرون وتواصل معايا. كورميطه ديال الخشاوش 26000 ريال، شوبار غليظه. كاينين السنسلات، كاينين الموديلات، ما عليكم الا تواصلوا معايا، ومرحبا بالجميع.
لي برومو راه ما تيبقاوش، بالنسبه لي برومو راه ما تيبقاوش، حاولوا تستغلوا الفرصه وتواصلوا معنا قبل ما يتباعوا. بالنسبه لي بغات تشري شي حاجه ديال الذهب، مرحبا والف مرحبا، يعني هادو ميزات ما تيبقاوش، ميزات ديال المجوهرات النور راه ما تيبقاوش، اثمنه جد مناسبه. السلام عليكم.